تركي جوميز يقول نبي نفوز بكرة، طموحنا كبير بالآسيوية في ظل الأزمة اللي يعاني منها في الدوري، كيف يحقق هذه المعادلة؟ بإمكانه. أنا من يعني إلى الآن ما عندي خوف على التعاون في الدوري، رغم أنه موقفه صعب ورصيده النقطي والفارق بينه وبين مركز الهبوط مع وجود مباراة مؤجلة للاتفاق قادرة على إعادة التعاون لمراكز أقل، إلا أن أنا ما عندي خوف على التعاون. أقل ولا أكثر؟ لا يتراجع. يتراجع في الترتيب، لكن ما عندي خوف على التعاون لعدة سبب. أنا أشوف أنه اللي وضع التعاون في هذا المكان ظروف عدة، تغيير الإدارة بداية الموسم، جدولة الدوري اللي أوجد التعاون وحطته في مباريات متتابعة، مباريات قوية أمام فرق كبيرة وأمام فرق صعبة، تكلم عن بعض المشاكل الفنية اللي قدر يتجاوزها في الفترة الشتوية. لو طالع في التعاون وشوف مبارياته ترى فريق ثقيل في الملعب، لو نرجع لمبارياته حتى مع الفرق الكبيرة أحرج كل الفرق الكبيرة، بل إنه عطل الاتحاد مرتين يعني ذهابا ويابا، يعني الاتحاد ما قدر يأخذ منه إلا نقطتين. لازم سوء الطالع في عدد من المباريات، الحظ أحيان التوفيق، هذا اللي يخليني أقول إنه التعاون قادر، عكس بعض الفرق اللي ما تشوف عندها مثلا بوادر فنية أنها ممكن تغير الفترة الجاية، ممكن يتطور، ممكن يتجاوز بعض المباريات. لا، هذه كلها موجودة في التعاون، عندها أيضا بعض الأسماء اللي موجودة في داخل الملعب زي توامبا، مصطفى فتحي، مدران، هذه أسماء قادرة على أنها تحسم لك المباراة في أي لحظة. فمن ناحية الدوري أنا رغم وضع التعاون الصعب إلى أني ماني خايف عليه من مسألة الهبوط. مباراة لاسوية، مباراة مهمة وصعبة، أتمنى التعاون أن يتجاوزها، أتمنى أنه كل محبي التعاون في القصيم حتى اللي ما هم متعاونين يدعمون التعاون في هذه المهمة. الحضور راح يكون مجانا. يعني تقنعني أن جمهور الرائد يروح يساند التعاون؟ لا بعيد عن الرائد، لكن الهلالي النصراوي اللي ما عنده مثلا ما يشجع فيه يدعم للتعاون، لأنه ترى فيه دعم للمنطقة. ما فيها شيء لو جمهور الرائد راح دعم. يا رب نقول يا رب إذا في أحد مثلا عنده مثلا خلينا نقول انه عقلاء واجد. أوكي. عقلاء واجد هذول نتمنى انهم يتواجدوا ويدعموا، لانه ترى دعم حتى للمنطقه نفسها. لما المنطقه تستضيف المجموعه الاسيويه وعندك ثلاثه فرق اسيويه راح تكون موجوده خلال فتره ثلاثة اسابيع عندك في المنطقه، هذا بينعكس بشكل على المنطقه بشكل عام. عشان كذا احيانا تابع بعض امراء المناطق يهتمون بالرياضه وبانديه المنطقه، لانه تراها كلها سلسله متكامله من ناحيه وجود فرق قويه عندك في الدوري الممتاز، تستضيف انديه جماهيريه يحضر معها جمهورها، تشغل المنطقه بشكل كامل حتى من ناحيه السياحه، ولا تنعكس على اهل المنطقه بشكل عام. عشان كذا اتمنى باذن الله التعاون ينجح، حتى الكره السعوديه تستفيد من النتائج الايجابيه في البطولات الاسيويه. دائما نقول نتمنى أن أنديتنا تحقق نتائج إيجابية. عشان إيش؟ عشان موضوع المقاعد الآسيوية، عشان عندنا الآن 3.5 مقعد. لو نتائجنا الفترة الماضية ما كانت جيدة، لو الهلال ما وصل مرتين، لو النصر ما تأهل ووصل دور الأربعة، لو الأهلي ما سبق لتأهل، لو ما صارت هذه النتائج كان ممكن فقدنا 0.5 مقعد. طيب اليوم في بادرة جميلة أيضا من الدكتور سعود الرشودي رئيس نادي التعاون، وجه دعوة إلى جميع لاعبي التعاون القدامى والإداريين والمدربين السابقين لحضور مباراة ملحق دوري أبطال آسيا بين نادي التعاون ونادي الجيش السوري.